أهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي، ميت أهلين وسهلين. أنا الشيف أبو عمر، خادم للأوادم من الراس للمقادم. الله يسعدكم، ومعنا الأخ محمد. والنعم فيك مليون يا أبو عمر. حبيبي أنا بتشكرك كثير على استضافتك لإلي بقناتك، ومتشرف كمان للمرة الرابعة. أنا كثير مبسوط والله يا حبيبي إن عم بطلع معك، وعم باجي عم بشوف الأكل كيف بتنعمل، بعدين باكل وبستلذ فيها، فهذا الشيء كثير ممتع بالنسبة لي. الحمد لله وما تقطعنا. الله يسعدك حبيب قلبي. شو بدك تقدم لنا اليوم؟ اليوم حابب أقدم لكم السختورة. سختورة؟ لا، أنا هذا الاسم أول مرة بسمعه وأول مرة حدوقه. بدك تحدثنا عليها الأول ونشو مكوناتها لو تكرمت. السختورة مثل العادة من القشة، مكوناتها بس بنضاف إلها الرز. الرز؟ نعم. والطريقة نوعا ما مختلفة شوي عن القشة العادية، نكهتها مختلفة شوي لأنه حينضاف للرز وأشياء بسيطة ثانية. سختورة صارت. سختورة صارت. سخترنا هيك المتعارف عليها عند أهلنا بحمص وبحما. ما شاء الله تبارك الله. يسعدك يا رب. نحن نبلش هلا. بسم الله. أول شيء بالسختورة المفروض نكون عاملين البدوة. بدوة فيها خبز يابس مفتوت. تمام. خبز اليابس بنحطه وبنسقيه بالمرقة مثل العادة. اوكي. وبنضيف عليه البدوة اللي هي ما عملنا بالحلقة الأولى. نعم نعم. اوكي فهمتك. اللي هي اللبن والطحينة والحمض والثوم وشوية ملح. ايه تمام. تمام. أكلتنا كلها غنية بالسقسقة. يعني إن كان بالخبز مسقسق بالدسم، إن كانت القشة مسقسقة بالدسم. طيبة. طيب. نعم. هذا إجمالاً أكل دسم. أكل يعني دسم. هذا أكل دسمة. نعم سيدي. فإذا بدك يعني تعطيها وتكون أطيب بدك تدسمها أكثر. نعم. هي أصلاً أكل دسمة. هلا بنضيف الرز. هلا بنضيف الرز يا سيدي. بسم الله. أوه. كنت قبل التصوير عم بحكي أنا أبو عمر، قال لي بدي أورجيك الرز تبعي هلا كيف بتعده بالحبة. ما شاء الله عليك عن جد، يعني ما شاء الله. الله يسعدك. حبات الرز روعة. يعني بينعدوا. ها شوف سيدي. اي والله عدوا. بالحبة. اعتقد انا بتخيل المي اللي نستخدمها هي نفس المي تاعت ال. ليش بحبها؟ ايوه. ليش؟ عن جد عاملها بمية ال. عن جد عاملها بمية اللحمة. يعني عليك. بمية لحمة القشة. يعني عليك. او مية لحمة الباجة. فماخذي هاللون. ما لا حاطط ملح ولا حاطط بهار ولا حاطط شيء. ولا شيء. هي نكهتها بمية القصة هاي كلها اللي هون. نعم. يا عيني عليك. وهلا بعد ما ضفنا الرز فوق ال. فوق البدوة. هلا بناخذ النيفة. ونعملها بهالشكل هذا الحلو. يا عيني عليك. يا ويلي من منظر متخيل انا هلا. ثلاثي. ثلاثي. هاي علامة مرسيدس صارت. نعم. فخامة. انا حابب احط النخاع. قرب لك على كل واحد مخه. فوق الراس. نعم. انا بسحبه من هون وبرجعه لهون. عن امانة. وهلا منصف الابوات يلي بيقولوا لها تركيا الشردان. شردان. نعم. والله عملت حلقه عن الشردان انا عندي بالقناه، كان المحل باسيا. وهي الابوات. وهلا بنحط الكرشات. يا ويلي على الكرشات انا. سؤال الفلسطينيه على الكرشات. بيجو خصوصي لعندي مشان الكرشات. طب ما انا هيني جنبك فلسطين وعم بجي لك مخصوصي. الله يسعدك. شو بدك احلى من هيك؟ غير ما اسال الفلسطيني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. شرفت ونورت. وهي المقادم. ونحن من هون استوحينا كلمه خادم الاوادم، من الراس للمقادم. للمقادم. وهلا هي السجقات، المنبار، الفوارغ. ما شاء الله تبارك الله. سميها ما شئت يا سيدي. منبار، فوارغ.
هاي بسموها شردان هون بتركيا. هي اسمها اباوي. ايوه بالضبط. وبسوريا وبسوريا اسمها ام الورق. بيقولوا لها ام الورق وبيقولوا لها اباوي، ومن هون استوحوا كلمه لا تنبحتي علي مثل الاباوي. بسوريا عندنا احنا بفلسطين بنسميها اباوات كمان. نعم اسمها اباوي. وبلبنان بيقولوا لها اباوات. نعم بسوريا غالب على كلمه اباوي ام الورق اسمها. ام الورق نتيجه الورق اللي فيها. ايه فهمتك. يا عيني عليك الله يسلم ايدك. الله يسلم. خليني اشيله هذا. ايه زكاه قلبك. بعد اذنك يا حبيبي ممنونك انا. ما شاء الله ما شاء الله مليانه. اي خذلها مليانه يا اخي. وين بدي احط الزينه؟ تتزين هي على الزينه بتتزين. على الزينه بس من وين بدك تبدا اكل؟ هون السؤال. والله ما شاء الله يعني من غير ما نسال منين. هلا انت بتفوت فوتا من كل الارانب. أيه. ما راح توفر ولا قرني مثل ما انا شايفك باذن الله. ان شاء الله باذن الله. على فكره احنا بعد التصوير بندبها دب غير شكل. نفوت فوتتنا. يعني احنا هون بندوق هلا يلا اوكي طيب وماشي وانتهينا، بس بعد التصوير نقلب على الطاولات. يا ويلي يا ويلي. الله يسلم عليك. الله يسلم عليك. شطط ريالتي يا زلمه يلا جوعت انا. طول بالك. صبور بتاكل طيب. ما هي صبور بتاكل طيب. هي الخبز المقمر. هلا انا هالمره ما راح سقي لك اياها بالسمنه. لا. انا بالعاده بحط سمنه بس هالمره ما راح احط لانه مليانه سمنه. بالعاده بنحط سمنه للنغنغه بس نغنغه خالصه يعني. انا سامع صوت النغنغه اصلا. يا ويلي انا. هدول يعني هيك كثير طيبين القرشه تبعهم. انا صراحه بحب الخبز المقلي هذا كثير. والله طيبين والله طيبين هيك. القرمشه كثير طيبه القرمشه. وهلا يا سيدي صار دور الزينه بالفستق. يا عيني تمام. وهلا عملنا رمان. ضروري عندك انت الرمان. ما اساسي اساسي اساس كل شيء الرمان. انا عندي انا لانه الرمان اساسي لاني انا بحب طعمي اللي انا بحبه. انا بحب الرمان. فانا بحب طعميك من اللي بحبه الصراحه. وهي اجمالا كمان باصول الاكل باصول الطبق يعني. طبعا طبعا ايه طبعا. اول شيء اصول الطبق، ثاني شيء تجي محبتي للشيء كيف بدها تكون. وهلا هي ضفنا المكسرات يا سيدي ونقدم لك هيك صحن المخلل اللفت جنبه. يا حبيبي اللفت جنبهم كتير طيب. يا مو شوي يا حبيبي. هاي أكلة رفع ضغط يا حبيبي. بسم الله. أنا بدي أكل أول شيء من هال. أنا طول النهار بالمطبخ وعم بأكل أشياء وأنت عم تخليني إجباري إجباري أرجع أكل. بدك تأكل معي. حرام عليك. من أروع ما يكون. رائع جدا. الرز اللي بتحطه هذا. الرز هذا غير الرز هذاك. طبعا. تحط كركم وشو بتحط؟ لا ما بنحط كركم. هي تبلة خاصة بأبو عمر. هذا هو السر يعني. نعم. يعني هون حتى كمان لو بتشوفوا لو بتلاحظوا نفس الكرش كمان نفس الشيء الرز الاصفر. نعم. وعندنا كمان هاي نفس الشيء بتلاقيها بالرز الاصفر هذا هذا. هلا بالنسبة الرز مع البدوة. طعمة الثوم. الله طعمة الثوم هي الغرام مع الرز واللبن والاشياء هذه كيف وهيك لدع معاي الثوم كانت روعه. صحة وهنا ان شاء الله. لسه ما دوقتك الصوص تبع المطعم اللي هي المرأة. المرأة وهيك عصرة ليمونة وشوية ثوم ورشة بهار. هاي اللي بتقدمها بالبري. يا عيني هي بذاتها بتجنن. هي بذاتها بتجنن. ايه
في ناس عنا بيجي بصب لك هالشوربة عندك على بالمطعم على الطاولة بصب لك اياها بالبريد. نعم. فهي هي اخي محمد السختورة الحموية. والله ان شاء الله تكون تعرفت عليها. بتجنن. الله يسعدك. عظيم الشرف يعني. تعرفنا عليها وانبسطنا بمعرفتها والله. ايه الحمد لله. الله يسلم ايديك. لسه حنعرفك على اشياء كثير كمان. والله انا بتمنى. الله يسعدك. وبتشرف. ونحن نتشرف فيه حبيب قلبي يا ابو عمر. انا كثير بتشكرك على استضافتك وبتمنى لك كمان التوفيق بالقناه. الله يسلمك. وانا بتمنى على طول تدوق اكلاتي لانه انا بحب اللي يدوق اكلاتي يكون بيعرف طعمه تمه. قد ما بدك بجي لك انا ما عندي مشكله يعني. الله يسعدك. شرفتنا اخي محمد. حبيب قلبي شرفتنا. الله يخليك يا رب. اهلا وسهلا فيكم كمان حبايب قلبي والله يسعدكم يا رب. ولا تنسونا اشتركوا معنا بالقناة. الله يسعدكم واضغطوا لايك. الحلقة كانت حلوة وبتستاهل. الله يسعدك. في أمان الله.